احنا بنجيب الطاقة دي من داخلك انت، ممكن انت ما تكونش تعرفها، ولكن للأسف ان هو دايما يقولوا لك ان التارو فيه جن بيبقى متلبس الشخص. اقرأ التارو الروحاني، التارو في قمة الروحانية، ادخل عشان في روحانيات جايالك. التارو ملوش علاقة لا بالجن ولا بالروحانيات، هو دراسة وتدعيم الطاقة والحاسة السادسة بتاعتك للطاقة بتاعتك، وان انت تكون دارس طاقة كويس. انا جاي النهاردة علشان اعمل انا بنفسي تجربة فتح التاروت، فانت قلتي لي حاجة، قلتي لي لازم اسأل سؤال في الاول، صح؟ صح، لازم نسأل التارو. جوه التارو كم كارت؟ 78 كارت. عبارة عن ايه بقى الكروت؟ عندنا 22 كارت ميجر اركانا او السر الاعظم، ودي الكروت الاساسية للحقب العالية اللي بتبني عليها التارو. اما المينن اركانا اللي هم 56 ورقة بتبني عليهم الاشياء المصغرة او الاحداث المصغرة اللي بتوضح الاحداث. فكرة التارو ان انت تكون شخص متأمل جيد جدا جدا، وشخص عندك قلب ابيض، قلب صافي، شخص ما عندكش اي هموم للحياة، لان همومك كمان في جزء من طاقتك بيطلع في التارو، وزي ما بتطلع جزء من طاقتك انت في التارو لازم تفصل ما بينها وما بين العميل اللي موجود قدامك. طاقة ملك الهوائي، الكينج اوف ووردز، اللي هو ده مقلوبة معايا. اوكي، انت هادي وما بتحبش تواجه حد مواجهات حادة، مع ان الميزان دايما دبلوماسي، بس عندك زرار لو اتضغط عليه وعبيه زي كوباية مليانة بتنفجر. في كمان بتاخد من الشخص اللي بيبقى متواجد قدامك في قراءة عامة، ودي بتبقى اشخاص كتير جدا، او في مثلا قراءة شخصية، بيوصلك طاقات مهما بتقطع الأحبال وبتنظف طاقتك بتاخد من الطاقات دي. فدايما نقول ان الشخص اللي بيشتغل طارو ربنا بيديله الموهبة دي، بس في حاجة تانية بتختل عنده، ودي عن طريق الذبذبات اللي بتتصل مع الشخص، لان انت لازم تحس ذبذبات الشخص عشان تديله توقعات صحيحة. ممكن انا اشوف الكارت اقدر اعبر هو الكارت صيغته ما تتغيرش، اوكي، الصيغة بتاعته ما تتغيرش، غير في نوع كروت تاني. كل نوع من انواع الكروت ليه اسلوب قراية، وده هنوصله لما نمسك التارو، احاول اشرحهولك ما بين كارت واخر. اوكي، يعني مثلا هنقول الفور اوف كاب في كارت بيقول ان انت حيران الان، في نوع اوراق تاني ممكن يقولك ان انت بتفكر دلوقتي وبتحلم بالشخص دوت وعاوز تروح له، في نوع اوراق تاني ممكن يقولك ان الشخص ده لوحده او انت لوحدك في الموضوع على حسب السؤال. ببتدي احط النية، ببتدي افضي الطاقة بتاعتي خالص عشان استقبل الطاقة بتاعتك انت، فبعمل بلوك ما بين طاقتي وطاقتك، وببتدي اقلب التارو، واول ما بحس بملمس التارو في ايدي بيتغير ببتدي افتح. ولما بقول انا بيظهر لي ده الشيء اللي بيتصور، لان انت احيانا نفس الكروت بتبقى حافظها جدا، ولكن بتتصور في عينيك وفي حدثك بطريقة تانية. هنا لما بنعتمد على الحدث بنكون احنا بنعلي مستوى الوعي بتاعنا. يعني ايه مستوى الوعي؟ مش كل الناس مستوى ذكائها واحد، ومش كل الناس الفلسفة بتاعتها واحد. في ناس بتعرف تسرد قصص حلوة قوي لكن ما بتعرفش تقرا طارو، وفي ناس بتعرف تقرا طارو بس ما تعرفش تسرد قصص، وفي ناس بتعرف تعمل الاثنين، ودي موهبة حلوة قوي ويقدروا يعملوا الاثنين، وده بينجحهم كتير جدا، وتلاقي عدد المشاهدات عندهم زيادة. واحيانا بلاقي عدد المشاهدات زيادة عشان في قصص بتتحكي. يعني احيانا كده اما اقعد اقلب بلاقي ناس بتفتح طارو مش فاهمة اي حاجة، يا ابني الورق اللي قدامك بيقول حاجة تانية خالص. طاقة مرتبطة ارتباط تام بالتاروت. شفت ناس كتير جدا وعرفت ناس كتير. انا اول مصرية بعد نايل اولتاروت ظهرت على اليوتيوب بتفتح تارو، وظهرت بوشي، واليوتيوب يعرف ده كويس جدا والتواريخ تعرف ده. اوكي، نايل اولتارو كان بتبص من متهيألي من انجلترا على ما اظن، وانا كنت ببث من مصر، وكانت في الوقت ده نايل اولتاروت لسه ما ظهرتش بوشها. وحد من الناس اللي انا ممكن احترمها في التارو جدا، في الوقت ده انا كنت بدرس طاقة ودرست طاقة وبكمل لحد الوقت دراسات وبتحدث واكسس بارس وجميع انواع الطاقة من اول الريكي والبرانا هيلينج، اوكي، لحد الباراسايكولوجي والبحث في الباراسايكولوجي والاسقاط النجم.
اوكي. ففي الوقت دوت انا لما ظهرت ما كانش فيه غيرنا، كان اعداد الناس اللي بتشتغل طارو قليله جدا. النهارده الاعداد زادت قوي، فشفت ناس ابتدت تشتغل طارو بعد كده ابتدت تروح للطاقه تتعلم طاقه. فده ما ينفعش، هي مش سبوبه. انت دخلت عملت فلوس من الطارو عشان تروح تعمل طاقه، انت مش قادر تفهم ان انعكاس الطاقه دي عليك قد ايه، مش انعكاس الطارو. احنا هنا مش بنتكلم في حاجه بره سيكولوجي خارج العقل. انت بتاخد طاقات ناس وانت مش عارف تفصلها، انت مش عارف تفصل الطارو بتاعك من الطاقات الموجوده فيه من شخص لشخص في قرايه. بتكون القراءات اقرب للواقع؟ لا، بتكون القراءات من الواقع. من الواقع؟ اه. يعني اديك مثال، انا في مره جات لي واحده اول مره تخش عليا كقراءه شخصيه، زبايني معايا من اول ما فتحت قناتي الحمد لله نحمد ربنا ونشكره لازالوا مستمرين معايا لحد الان. ففي واحده جديده دخلت فقالت لي انا عايزه اكشف عن جوزي، طيب اديني اسم جوزك واديني برجه واسمك وبرجك. فقلت لها يا بنتي انت مطلقه؟ قالت لي جوزي لسه مسافر من 3 ايام وعايزني اروح معاه من المغرب للسعوديه. قلت لها يا حبيبه قلبي جوزك مطلقك، انت قاعده ببيت فيه عيله او بيت فيه ناس تاني قاعدين معاكي، جوزك مطلقك والناس دي عارفه ان جوزك مطلقك، وجوزك كان معاكي في الحرام، جوزك مطلقك من شهرين وهم خبوا عنك الورقه بتاعه الطلاق لان هو طلقك غيابي وهو موجود في السعوديه، وخلي بالك ما تروحيش السعوديه لان جوزك هياخد منك الطفل، ارجعي. قفلت السكه في وشي، معناها كانت واخده تايم كبير، كانت واخده ساعه وكانت دافعه، وانا كنت ساعتها متضايقه جدا 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 ان انا ما اديتهاش حقها، حتى صدقت او ما صدقتش ده موضوعها هي. فوجئت تاني يوم ان هي بتحجز معايا وبتقول لي فعلا جوزي ترى مطلقني وهم عارفين وهم ساكتين لحد ما اروح السعوديه وياخد ابني مني ويسيبني في السعوديه وما اعرفش ارجع بلدي تاني، وهو كان تقام لان هو كان في حد معاه يعني طرف تالت. انت حسيتي ده من خلال الطاقه اللي بينك؟ حسيت ده من الأوراق، مش هكدب وأقول إن أنا عندي إحساس بالغيب. كل حاجة ليها طاقة. لو إحنا جينا، أنا يمكن شرحتها للناس عندي على القناة، عملنا قياس وممكن الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تعمل ده، هنقول قطر الهالة بتاعتك، هنمسك قطر الهالة وهنا هننشط شقرة الإيد عشان أنا إيدي أوريدي متنشطة عشان القياسات الطاقية. قطر الهالة بتاعتي خلاص، أنا قطر هالتي كده، هبتدي أقول هل هلتي سلبية أم إيجابية. بس أنا دلوقتي قبل ما أقول ده أنا هفكر في حاجة شريرة، قال وليكن هي أنا مش عايزة سامح مثلا يكون سعيد، حاجة شريرة، أنا أسفة جدا يا سامح، أسفة جدا، بس لازم نحط اختبار. هبتدي أخد بثلاث صوابع من الهلة دي وهبتدي أحسهم، هلاقي الطاقة خشنة شوية. طيب هبتدي تاني أنفض إيديا وهبتدي أخد نفس عميق وهبتدي أقول أنا الروح ولست الجسد، أنا روح طيبة، وهبتدي أستغفر الله، طبعا أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وهبتدي أقيس قطر الطاقة بتاعتي تاني أوكي، وهبتدي أخد من قطر الطاقة لمسة وابتدي أحس الطاقة هلاقيها ناعمة. إيه رأيك لو تجرب؟ عايز أفهم منك في الآخر إيه يعني كل ده طلع من شخصيتي أو طلع من طاقتي؟ آه. قدرتي تعرفي من الكروت او من طاقتي حاجات عندي بقى اللي ليها علاقه بالحب بكذا، صح؟ اها انا ما دخلتش في الحب، انا دخلت في الحياه الزوجيه، هو دخلني في الحياه الزوجيه. لازم ندرس طاقه الاول وبعدين ننشط حاجه اسمها الغده الصنوبريه، ودي الصندوق الاسود بتاعت كل انسان. ليها علاقه بالعين الثالثه؟ ليها علاقه بالعين الثالثه. كلنا العين الثالثة عندنا تعمل، ولكن في بعض الأشخاص عندها ضمور وبعض الأشخاص عندها بريق للعين الثالثة. وهنا كمان بننظف حاجة اسمها الضفيرة الشمسية دائما أول بأول وشاكرا الجسم، لأن الحاجات دي اللي بتوحي البني آدم إن هو ممكن من كتر الطاقات السلبية اللي بياخدها إن هو ممكن يحصل عنده انتحار، يحصل عنده تعب، يحصل عنده أمراض. فأنا كمان حتى في المعالجات بتاعتنا الطاقية بناخد طاقات، فلازم نقطع الأحبال. آه طبعا في نصب بيحصل في شغل الطارو كتير، وبالذات ان الناس اللي بتشتغل طارو بقت شغلانه اللي ملوش شغلانه،